ديال المجلس الإداري للحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في إقليم الخميسات ومدينة الخميسات. الهدف من هذا الأمر وهو كذلك تقريب هذا المجالس لهذه الأقاليم التي تدخل في إطار الحوض المائي، وكذلك مناقشة كل السياسات المتبعة من أجل مواجهة الإشكاليات المطروحة بالنسبة لهذا الحوض الذي يعاني من شح الأمطار، رغم أنه وقع واحد التحسن الحمد لله مقارنة بالسنة الماضية، ولكن رغم ذلك حقينة السدود فهي تبقى في مستوى غير كافي من أجل حل الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار. ولذلك فكانت فرصة للتعريف بما تقوم به الحكومة في هذا المجال، لا من حيث السدود المبرمجة واللي انطلقت واللي تنجزات بحال السد ديال تيداس، وكذلك سد بوخميس اللي كانوا انتظار كبير بالنسبة للمنطقة، بالنسبة لسحيليكا فهو إن شاء الله تم الموافقة باش ينطلق إن شاء الله في الأيام أو الشهور المقبلة. كذلك دار كذلك العديد من السدود التلية والصغيرة اللي هي محتاجة فيها هذه الأقاليم وهذا الحوض بالنسبة للعالم القروي، وكذلك ما هو مرتبط بحفر الآبار والأثقاب الاستكشافية اللي عندنا واحد برنامج مهم جدا اللي غيدار سنة 2023 واللي غتستفد منه هذا الإقليم، وكذلك ما هو مرتبط بالعتبات باش أننا يمكننا نطعموا الفرشة المائية من الماء، لأن الفرشة المائية هنا أنتم عارفين بأن هنالك قلة ديال الفرشة المائية، وهنالك فقط 89 مليون متر مكعب بالنسبة للحوض ككل، وهذا معلوم غير كافي مقارنة مع حاجيات المنطقة، خصوصا أن هذا الإقليم فهو إقليم فلاحي واللي تطلب العديد من الإمكانيات المائية. من جهة أخرى كذلك فقمنا بإعطاء انطلاقة لطريق جهوية والعمل كذلك على البرنامج الطرقي اللي عنده واحد الأهمية قصوى، تنصلوا المليار ديال الدرهم بالنسبة للطرق في هذه الجهة كيفية عامة وبالإقليم بكيفية خاصة، باش نحلوا العديد من الإشكاليات المطروحة ديال فك العزلة أو تقوية كذلك البعد المرتبط بصيانة الطرق اللي هي متهالكة، أو توسيع الطرق اللي هي أساسية باش أننا نزيد نقويو الروابط مع الإقليم، وأننا نساهم كذلك في تنمية الإقليم من خلال الاستثمارات اللي يمكن دار في هذه، خصوصا أننا مقبلين على تنفيذي وتطبيقي الميثاق الجديد للاستثمار اللي عنده بعد إقليمي واللي تقدم تحفيزات خاصة بالنسبة للأقاليم النائية ومن بينها إقليم الخميسات يمكن يستفد من هذه التحفيزات. وهنالك كذلك المعرض الجهوي للماء اللي دار في الخميسات واللي عنده واحد المهمة، أولا التعريف بالإشكاليات المطروحة في مجال الماء، ثانيا التعريف بالتقنيات التكنولوجية الجديدة التي يمكن استعمالها لا بالنسبة للآبار ولا بالنسبة للاقتصاد في الماء ولا بالنسبة لتعبئة المياه، لا من خلال تحلية المياه ولا من خلال كذلك معالجة المياه العادمة. وعندنا برنامج خاص للخميسات بالنسبة لمعالجة المياه العادمة إن شاء الله تكون انطلاقة مع وزارة الداخلية. وهنالك كذلك ما هو مرتبط بالحلول الممكنة للحماية من الفيضانات، وهو فرصة كذلك للنقاش مع الأخصائيين في هذا المجال، وكذلك لتحسيس المواطنات والمواطنين بضرورة الترشيد في استعمال. شكرا. سؤال سيد الوزير.